السلام عليكم، مرحبا بكم عند ام سارية. القناه ديالكم حتى نتوما. لا فيديو تاع اليوم ان شاء الله تلقاكم بخير وعلى خير يا ربي. انا جبت لكم واحد يعني المرهم ولا لا بومات، يعني واش نقول لكم، مليحه بزاف. شوفوا هاد لا بومات اللي جبت لكم عفوا سبيسيال، كما قلت لكم هاد لا بومات مليحه بزاف وسبيسيال، ويعني عندنا التجربه تاعي الخاصه وماشي غير التجربه تاعي، حتى تجربه على العائله تاعي. وباش نصحكم ان هاد لا بومات يعني بعتوها لي ما متزاير، ما على باليش نورمالمون كاين في بلدان واحد اخرى، الا ما كاش في بلدان واحد اخرى راح نقول لكم كيفاش ديروا. يعني معليش ما تجيبوش هاد لا مارك هذه، المهم جيبوا مرهم الجلد زيت كبد الحوت. شوفوا اوكسيد الزنك، شوفوا مليحه بزاف بزاف بزاف. الا تعرفوا بالك كاين بزاف فيكم اللي عندهم هذه المعلومه هذه، كاين بزاف ناس يكون عندهم المشاكل تاع البشره ويجيبوا هذيك الزيت تاع يقولوا لها زيت الفار تاع البحر. الا تسمعوا بها على بالي بلي الناس اللي تاع البحر وكاع اللي يخدموا في البحر واللي عندهم العائله ديالهم يخدموا في البحر يعني عندهم هذه المعلومه. انا كنت حصلت عليها شحال من خطره من عند العائله يعني يخدموا في البحر. واش نقول لكم، يعني مليحه بزاف بزاف هذيك الزيت، ومليحه حتى للاطفال. يعني على هذيك شوفوا هنا ثاني، هذه يعني مخدومه مصنوعه، انا حكيت لكم على هذيك طبيعيه، هذه مصنوعه، هذه مصنوعه يعني مليحه بزاف بزاف. انا هذيك الطبيعيه والله ما عنديش دركا، بصح لو كان ان شاء الله تكون عندي راني نزيد نوريها لكم. بصح معليش هذه ثاني مليحه بزاف كيف كيف، يعني نفس الشيء. يعني نعطيكم معلومات على هذيك زيت الفار يعني تاع البحر طبيعيه. شوفوا يعني ريحتها، واش نقول لكم، هذه ريحتها ماشي بزاف قويه، ريحتها هذيك زيت قويه بزاف بزاف، بصح مليحه بزاف بزاف. على هذيك، على هذيك انا غير اكتشفت هذه، شفت فيها مرهم للجلد، يعني شفت فيها زيت كبد الحوت، يعني قلت نجربها مليحه. ولا كل حال العائله تاعي جربوها قبل مني. عفوا بنتي راهي تبكي، نسكتها شويه ونكمل الفيديو معاكم. كما كنت قلت لكم يعني جربوها الدار تاعنا، هما الاولانيين، هما يعني اللي نصحوني بها، وكي جربتها انا ما نكذبش عليكم عجبتني بزاف بزاف. شوفوا هذه اللي عندهم داري توحهم يعني يطيبوا لهم يتهلاو لهم ولا تاع بيبي، هذاك هم مرسوم فيها بيبي اللي يتهلاو لهم لي بيبي توحهم وقعيتك، يعني واش نقول لكم، يعني مليحه 100%. جربوها ان شاء الله وراح تردوا لي الخبر. انا ماشي كي نجيب حاجه، ماشي زعما غير باش نصور فيديو ولا حاجه، لا حاشا. انا شوفوا الحاجه اللي تنفعني انا ديما نحب نشاركها معكم، انا نحب بالعكس، انا نحب يعني الحاجات يعني للافاده، ديما نحب نعطيكم معلومات يعني نحب نفيدكم. هذا ما كان، وان شاء الله يعني نفيدكم بحول الله تعالى. كما قلت لكم يعني مليحه للاطفال وثانيك حتى الكبار اللي عندهم يعني ندبات في وجههم، ويعني هذوك الحروق واسم هذوك اللي عندهم اللي يخرج لهم هذوك اللي طلعش تاع الشمس. كاين بزاف ناس عندهم حال يتحسسوا من الشمس في الصيف ولا في الربيع، يعني يقيسهم يجوهم هذوك اللي طلعش تاع الشمس. ومليحه تانيك لحب الشباب، مليحه بزاف بزاف لحب الشباب تانيك. يعني واش نقول لكم، ما عليكم غير تجربوها. وهذا ما كان، ان شاء الله تدعوا لي دعوه الخير ان شاء الله. هذا واش نقول لكم، يعني ماشي غاليه كامل هذا الزيت، عفوا ماشي زيت، هاد لا بوماد ماشي غاليه كامل، والمفعول تاعها ولا غير يعني واش نقول لكم، فعاله فعاله بزاف بزاف، فعاله للاطفال الصغار وفعاله مام حتى الكبار. زيد نقربها لكم مليح باش تشوفوها، زيد نقرب لكم هنايا، زيد نقرب لكم هنا مكتوبه من بالعربيه هاي ليك هكذا، يعني باش تشوفوها مليح باش تكون عندكم معلومات عليها. بالنسبه للاخوات اللي يسكنوا في الجزائر يعني راكو حين تحصلوا عليها بسهوله. بالنسبه للاخوات اللي يسكنوا يعني في بلدان واحد اخرين، ما عليكم غير تحوسوا يعني زيت كبد الحوت. هذا ما كان يعني مكتوب فيها زيت كبد الحوت، يعني على كل حال على شكل مرهم، المهم هنا مكتوب مرهم للجلد زيت كبد الحوت، يعني مخدوم بزيت كبد الحوت كيما اللي كنت قلت لكم انا عليها. احنا نعيطوا لها بالدرجه زيت الفار يعني تاع البحر، بصح هذه هي على خطر على بالي بلي عاد يديروا شغل الكبده تاع من الكبده تاع الحوت، اللي ما نقدرش نقول لكم اكزاكت يعني الطريقه. نهار يعني نجيب نسقسي العائله تاعي يقولوا لي، على خاطر هما عاد يخدموها يخدموا في البحر، يعني عاد يخرجوا يستخرجوا ديك الزيت مع ذاك الحوت. نهار تكون عندي معلومه صحيحه راح نقول لكم يعني واش من نوع تاع الحوت، وراح نقول لكم كيفاش دايره الطريقه بحول الله تعالى. المهم ديك الزيت يعني مليحه بزاف،
ويعني هذه كما كنت قلت لكم مسبقا وقلت لكم يعني نفس الشيء، ما عليكم يعني غير تجربوها. وهذا ما كان اللي عندها الاطفال توحها يطيبوا لها ولا حاجه، ما عليك غير بهذا يعني زيت كبد الحوت هذا المرهم هذا. وكم ديجا شاركت معاكم ميكوسيد ثاني كليت على الاطفال، يعني مليحه بزاف بزاف، حتى هي يعني فعاله بزاف بزاف للاطفال وكامل. هذه مليحه لحب الشباب، يعني واش نقول لكم ضربه واحده. واللي عندها ندبات في وجهها ولا اللي عندهم ندبات في وجهه، واللي عندهم ثاني هذوك يصرالهم هذوك لي طراس تاع يعني تاع الشمس، يجيهم هذيك الكحوليه تاع الشمس ولا كيما نقولوا حنا بالدرجه يدبغوا وجههم ولا حاجه. المهم انا ننصحكم غير بهذا لابوماد هذه. وثاني نعطيكم واحد المعلومه، اذا فيكم كاش ماسك ولا كاش برودوي يعني كاش كرام يعني ديبيلاتوار تنحي تنقي وجهها ولا حاجه وحمر لها وجهها، يعني التانيك هذه راح تنفعها بزاف بزاف بزاف. صدقت لكم هذه المعلومه بالنسبه للبنات يعني الاخوات اللي نقي وجههم وكامل، يعني الا تحرق لكم وجهكم هذيك الحموريه وكامل مليحه بزاف بزاف ليكم. ما عليكم يعني غير تجيبوا شويه منها وتمسحوها كامل على وجهكم، وراح ان شاء الله تلقاو يعني الفرق، يعني الفرق يعني 100% بحول الله تعالى، يعني والنتيجه مضمونه وضامن ربي سبحانه. ما نتمنى ان شاء الله يعني غير نكون فدتكم اليوم، يعني ونكون كنت خفيفه عليكم. ولا الفيديو هذه تعجبكم وراكم رايحين تشلو هاد لابوماد راكم تحصلوا عليها ماشي غاليه كامل، تحصلوا عليها بحول الله. راكم حين تجربوها بالنسبه للناس يعني اللي عندهم هاد المشاكل اللي كنت ديجا انا ذكرتها، ويعني واش نقول لكم يعني معظم الناس عندهم هاد المشاكل هادية. ونتمنى ان شاء الله ربي يشفيكم كامل ان شاء الله، ونتمنى نكون فدتكم بحول الله، ونتمنى تجربوها وتكون نتيجة جيدة جدا. دعوا لي غير دعوة الخير، وما تنساوش يعني تخليوها لي في لي كومونتير تاعكم، رايكم يهمني بزاف بزاف. لي ما اشتركتش تدخل تشترك، لي ما اشتركتش تدخل يشترك. مرحبا بكم كاملين، راكم يعني العائلة تاعي الثانية. شكرا لكم بزاف بزاف، شكرا للدعم تاعكم بزاف بزاف، وان شاء الله الى فيديو قادم بحول الله. وديما ان شاء الله نكون عند ديما ان شاء الله، ونتمنى ديما ان شاء الله نكون عند الحسن الظن ديالكم. وشكرا بزاف بزاف بزاف، دمتم في رعاية الله وحفظه، ومع السلامة. ألقاكم في فيديو آخر بحول الله، إلى اللقاء.